في المشهدية. في المشهد الساخن، الاتفاق الإيراني السعودي يرخي بظلال إيجابية على الإقليم، هل ينعكس على الساحات الساخنة؟ في المشهد السياسي، مفاوضات يمنية لتبادل الأسرى، إلى ما تحتاج الصفقة الإنسانية لإتمامها. في المشهد التكنولوجي، الذكاء الصناعي يتنبأ بالأزمات الغذائية قبل وقوعها، كيف يساعد ذلك على منع المجاعة؟ في المشهد الصحي، التأخر في الطوارئ يقتل مريضاً كل 23 دقيقة، كيف وصلت مشافي بريطانيا إلى هنا؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.